مرحبا بكم شيرات ماما. اذا وصفتنا تاع اليوم هي بريك باللحم مفروم بطاطا. نبدأ بالمقادير. بسم الله نبداو دابور بنديرو الحشو. دونك لازم لنا لحم مفروم، هاوليك راح ندير معاه، درت معاه شويه سمن، تقدر ديرو زيت بلاستو، تحقو ملح، فلفل اسود، معدنوس، حبه بصل ملحيه، دونك ما ترحوهاش بزاف، ما ترحوها متوسط يعني. بطاطا، دونك بطاطا مغليه، نصيحه فقط باش ما داروش يعني تكثروا عليكم الاواني وديروا تجبدوا كاسرونه تغلوها. دونك انا قطعت زوج حبات بطاطا ودرتهم داخل الشوربه تاعي كانت تطيب باش طابوا لي معاها. ندير دائما شويه ما داخل اللحم المفروم تاعي باش ما يجينيش يابس. ومن الاخر كي يطيب كلش باش حنفقس فوق زوج حبات بيض وندير له الفرماج. دونك بسم الله نقول اللحم المفروم، السمن، نديروا له البصل، المعدنوس، ندير له الملح، فلفل اسود، ندير له شويه ماء ونحرك كلش فوق النار. دونك نخليه يطيب ونولي لكم ان شاء الله. اذا هاديك اللحم المحي تاعي كي طاب، دونك كما تشوفوا ماشي ناشف، دونك درت له بزاف البصل باش تجي جا طري هكذا وفيها ماء. زولوا ديك البطاطا، بسم الله دونك راه على النار هادئه وش حبات بيض باش نطموه. دونك هاد البيض على حسب الكميه، إذا كان كمية صغيرة ديرو حبابك، هنا باش نطمبو كلش، تقعد لنا لافارس طرية، نقدرو نطفو النار، يعني البيض باش نطمبو فقط البطاطا مع مع اللحم المفروم. دونك هادي لافارس كلاسيك يعني تاع اللحم. انا واش ندير دايما ندير كميه شويه كميه نديرها في الكونجيلاتور، ما تخافوش منه يشد في الكونجيلاتور، ماشي كيما يكون زعما تاع السلق بلا بيشاميل ولا نو، تكون فيه غير البطاطا هكذا واللحم مرحي. نقدروا نغارديوها في نغاردي في يعني في المجمد. فوالا المور كامل مليح. انا طفيت على النار، نروحو نديرو البريك مع بعض. اذا باش نديرو البريك نتاعنا دونك نحكمو الورقة تاع الديول، نبداو نطويوها هكذا بسم الله من الاول، وحدة نديرها وحدة منا، ندورو نديروها على شكل مربع. هكذا هل الهدف تاعنا باش من الاخر نديرو مثلث. حطو لافارس حشو في الوسط في الزوليكوتي، عفوا هنا نشكلو نديروه عالي باش ما تخرجناش البيض من الوسط. هنا واش حندير، نحط الجبن. انا ما نحبش نخلط الفرماج داخل لافارس باش كل حبه تكون يعني نحسوه داخل، كي ناكلو البواريك نحسوه داخل يعني الجبن هكذا. انا حطيت زيت سخن، راح ندير نخيرو حبات بيض صغار نديروهم في الوسط. الا شتوهم شويه كبار تقدروا تنقصو من يعني من البياض البيض، نقصو له شويه نحطوها في الوسط، نغلقوا عليها توت شويت، نحطها مباشرة تقلى.
دابا هنا زيت سخنت لي نحط فيها هذيك البريكه تاعي بسم الله. دونك نشد مليح سور لي كوتي باش ما تسحناش البيض وغنحطها نقعد ندير فوقها الزيت باش تطيب داخل البيضه. يعني كما كنديروا الخفاف كاين الناس يحبوا الداخل يعني داك لو كولون يحبوه سايق سايل البيض وكاين اللي يحبوه طيب مليح. ندوره راه طيب بالجهه الثانيه ونكمل نقلب البريكه تاعي نوريكم ان شاء الله. تنهاوليك البريك تاعنا واجد دونك البيض قاعد بيان داخل كل حشوه داك طلعناه بيان فوق. هاوليك قطع لكم حبه هاي كيفاش تجي قطعها لكم تشوفوها في الوسط مليح. فوالا دونك كيما قلت لكم نتوما شوفوا نتوما تحكموا في الطياب نتاع البيض نتاعكم. كيما نحبها طيبه مليح نحبها شويه فقط في الوسط طريه هكذا فوالا. كاين يحبوها طيبه اكثر كاين يحبوه فريمون البيض حتى يولي سائل تجي مقرمشه مليح. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو تشتركوا في قناه شيوات ماما فيسبوك تويتر يوتيوب. كم شهية طيبة. مع السلامة.